مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في المباراة الأولى من الدوري بطولة العرب المفتوحة التي ستقام في مدينة أوتوا لأول مرة، ستبث لايف بكل مبارياتها إن شاء الله. نقدر نبث ونوفي بهذا الوعد. معاي كابتن نور العقل المدبر خلف هذه المباريات. اهلا وسهلا دكتور نور. استاذ نور، اهلا وسهلا. ان شاء الله دكتور، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكون دوره منظمه وفعاله وتربط الجاليات مع بعض. طبعا اول مباراه افتتاحيه بين الجاليه اليمنيه وبين الجاليه المصريه. ان شاء الله تكون يعني جود لك لبوث تيمز. تشير ذيم اب اون فيسبوك، علقوا. اكيد هم هيشوفوا لما يرجعوا على البيت. سو share it up with your community. طبعا بدي اسالك سؤال، كوفيد كيف كانت الصعوبه في التحضير خلال الكوفيد؟ هو صعب كثير لانه كل شيء اونلاين، ريجستريشن فورمز، تحكي مع اللعيبه، تحكي مع المدربين، كل شيء صاير فيرتشوال. صراحه اول مره لإلي حتى اتعرف على الفريقين او المدربين تبع الفريقين. So everything was hard organizing through you know from your home. But hopefully it will work out as the first virtual live on Canard TV, first Arab tournament, soccer tournament in Ottawa getting. كم فريق إن شاء الله؟ في 12 فريق. يا عيني. 12 فريق، ثلاث مجموعات. ثلاث فريق. شجعوا فريقكم على Canard TV إن شاء الله، حتشوفوا كل الحلقات، كل المباريات. تابعونا، حنعمل هلا لقاءات مع الشباب كلها عم تجهز. معانا طبعا احمد عكيلة الراعي الرسمي اللي خلينا نسال احمد اول شيء، الراعي الرسمي للبطوله، المستشار العقاري احمد عكيلة. اهلا وسهلا فيك. فيك يا هلا، اهلا فيك وبجميع المشاهدين الكرام اللي بيتابعونا عبر شاشتكم الكريمه. يا رب. شكرا لك لدعمك للبطوله ولاحد الفرق اللي هو الفريق اليمني. اول شيء صراحه انا اول ما سمعت بالخبر هذا، حدث جديد بضم الشباب، وكل الشباب هنا فوتوا يعني محتاجين شغلات تجمعهم، يعني لعب شغله انه تسلايه ووقت فراغ ومنها باستفاده للشغله. فطبعا انا دائما بكون من اول الداعمين للشباب ولكل جاليتنا العربيه هون فوتوا. استاذ احمد، كيف شغلكم هالايام؟ انتم بالريال استيت صح؟ ريال استيت، يس. يعني اي حدا بده بيع شراء اي شغله ممكن يتواصل معكم؟ طبعا بتواصل معنا، بخدمتكم، من عندكم استشاره. حتى لما بتفكروا تبيعوا عندكم استشاره للبيع او الشراء او الاستثمار في اوتوا، لا تترددوا، كلموني وان شاء الله بساعدكم. خبرتي هون في اوتوا اللي اكثر من 10 سنين في ريال استيت، وعارف مناطق اوتوا، ممكن نفيدكم بما يعني ان شاء الله بما في الخير يا رب. طبعا رقم تلفون المستشار احمد عكيلة موجود على الشاشه، راح يظهر خلال المباراه ايضا لعده مرات. اذا بدكم اي شيء ما لكم باحمد عكيلة. يعطيك العافية أحمد. يعطيك العافية. طبعا هلا إحنا رايحين. أوكي، هاي هون كابتن فريق النيل، أهلا وسهلا فيك. عرفنا بحالك أول إشي. أنا اسمي أحمد طيب، مواطن كندي، بقالي في كندا حوالي 17 سنة، محاسب، عندي مكتب محاسبة طيب، عمال على صغير، وصديق لمعظم المجموعة اللي معايا. نايل، ما احلى هالاسم، ليش سميتوه فريق النيل؟ والله يعني يا نيل شريان الحياه، نفسنا احنا في مصر دايما بيقول لك يعني عندنا ارتباط عاطفي شويه بالنيل. وكيف المعنويات؟ اول مباراه كانت فتره صعبه، فتره طويله، وكلنا كنا مشتاقين يعني احنا نتجمع ونلعب. فرصه الاخطور وخطوتها لنا على الرغم من التعديل والتقديم والتغيير والتاجيل في الميعاد، كان فرستريتنج، بس الفرستريشن كان جاي من احنا مشتاقين ان احنا نرجع الحته دي. تعشى من الايفنت ده يكون بدايه الرجوع للحياه الطبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله. انا طبعا بدي اشكركم واشكر جميع الفريق، ان شاء الله اللياقه تكون كويسه بعد الكوفيد. والله ان شاء الله نقيف ونعمل مباراه مشرفه قدام الاشقاء ان شاء الله. طبعا اللعبه اكيد جميله حتكون بين فريق نايل المصري وفريق اليمني. شكرا الى كابتن ابراهيم، اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله نراك.
هاي الفريق اليمني مصطف الآن لأخذ الصورة التذكارية إن شاء الله. يمني يلعب مع مصر. أيوة شوف كيف، شوف كيف الحب والتعاون. الله يحفظ الدول العربية كلها إن شاء الله. خلينا نقرب شوي. هاي الفريق اليمني البطل. اليمن السعيد. 1 2 3. روح دافعين حق الفيلم. 5 minutes guys, 5 minutes. We're starting 5. خلال 5 دقائق حتبدا المباراة ان شاء الله، والفريقين يتجهزوا. كما ترون انا حكون المعلق، معلقنا البطل العملاق احمد بسيوني كان مفروض يكون معنا اليوم، ولكن للاسف لاسباب خارجة عن الارادة والان موجود في مصر الحبيبة، فسنشتاق له وإن شاء الله نشوفه قريبا. هستطيع طبعا، أنا لست معلق رياضي ولست رياضيا، ولكن سأحاول قدر جهدي أني أكون معكم إن شاء الله. معنا جورج احد المؤسسين لفريق النيل. اهلا وسهلا فيك يا جورج. اهلا فيك، اهلا فيك يا دكتور محمد. مين اللي اسس الفريق وكيف بدات بالفكره؟ طيب الفكره جت تقريبا منك، وصلتنا عن طريقك، وكلفوني انا بصفتي انا في مجلس الاداره الولد الوحيد. طب احكي لي شوي على الإيكاو، الناس مش عارفة كتير على الإيكاو مع إنها من أفضل وأشجع وأقوى الجمعيات العربية الموجودة، أعمال دائمة، بس يمكن شوي بدنا نعرف أكتر عنها. الإيكاو هي جمعية ثقافية للمصريين المقيمين في أوتاوا، بتهتم بتنظيم لقاءات للجالية تقريبا بشكل شهري على الأقل. طبعا قبل كوفيد حاليا بنعمل لقاءات كتير أونلاين على زوم، وبنعمل جالة سنوية احتفال بمناسبة عيد أكتوبر، وبنتقابل دائما في كل المناسبات، يعني بنحتفل بكل المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية، وجماعة كويسة. الله يقويكم يا رب. الله يخليك. أي واحد بيقدر ينضم ولا لازم يكون مصري؟ خيالي من الناس بيفطأ، يعني أعتقد أي حد ممكن ينضم. أنا انضميت. يعني كل بينضم مصريين يعني. إن شاء الله. الله يقويكم يا رب حبيبي. الله يخليك. شكرا يا جورج. المباراة على شرف التأهب. أنا أرى الحكم نور في وسط الملعب يتكلم مع الكابتن وليد. كابتن وليد هو كابتن الفريق اليمني وأتوقع فريق النيل الآن. لما تروا الشباب جاهزين ما شاء الله ما شاء الله. أنا توقعت إنه بعد الكوفيد اللياقة البدنية والأجسام تكون تختلف، ولكن اللي شايفينه إنه لسه ما شاء الله في لياقة. شكلهم كانوا يتدربوا في المنازل خلال فترة الكوفيد. طبعا نتمنى الخير لكلا الفريقين، وإن شاء الله تكون مباراة جميلة تستمتعوا فيها لايف على قناتنا كنار تي في صوت العرب من كندا. أوكي.
اوكي على شمالنا حيكون فريق النيل الرائع المصري بالزي الأبيض، وعلى يميننا فريق اليمن بالزي البني. في مشجعين عم بكتبوا الآن بشجعوا فرقهم، نتمنى إنه كلا الفريقين كابتن نور الساعة 8 الآن. السلام والمحبة بين الفريقين، سنبدأ المباراة مع الفريق المصري النايل. فريق النيل يبدأ المباراة، معنا المستشار العقاري أحمد عكيلة الداعم والراعي الرسمي لهذه المباراة. play with respect nice، مهمة جدا جدا. نبدأ المباراة الآن وصافرة الحكم. اوكي بسم الله تبدأ البطولة، وبرعايته الآن الفريق المصري نرى هجمة. اوكي ما شاء الله الشباب يعني نشيطين للغاية. اوكي تعود للفريق اليمني. واو 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 واو. كانت لعبة قوية 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 جدا، ولكن طبعا الحارس كان متألق لها. الآن ضربة كورنر يلعب ينفذها الفريق اليمني. أو 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 ما زالت تشكل خطر وبعيدة، تذهب للأوت. الحكم ما زالت مباراة مع الفريق اليمني، ما زالت كرة مع الفريق اليمني، ونريد الأهداف يا شباب سواء من الفريق اليمني أو من الفريق المصري، لأن الجمهور مشتاق لهذه اللعب. طبعا نحن الآن نلعب بنفس الوقت الذي يلعب به الليج الأوروبي. نتمنى لكل المشجعين أن يتركوا المباريات هناك ويحضروا لحضور مبارياتنا العربية في مدينة أوتوا. أهلا وسهلا بكم، كما ترون المحبة والمودة بين الفريقين. واو 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 واو، قريبة جدا ولكن تخرج ضربة مرمى. اوكي تعود للفريق اليمني ومازال يهدد، ولكن الحارس بسيطة كانت على الحارس. الحارس لحد الآن المصري تلقى ثلاث ضربات ولكنها كلها كانت خفيفة وضمن متناول يده كما يقال.
حارس الفريق اليمني يلعب مع الفريق ويعيدها إلى أوب أوب أوب. كانت قوية، ولكن المحبة والصداقة بين الأشقاء العرب ما شاء الله. و هجمة 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 واو واو واو. أوكي، هذه تمريرة للحارس وليست تمريرة فقط. إيه ده يا باشا، إيه ده، ما زالت أتوقع الفريق المصري يلعب بتكنيك ليتعب الفريق اليمني في بداية المباراة، لكن ما سنراه في كامل المباراة هو الذي سيقول لنا أي تكنيك يستخدم. وطبعا ما شاء الله الشباب بلياقة رائعة، نتمنى أنه يبقوا كذلك ولا تكون أي إصابات خلال اللعبة. تخرج ضربة كورنر، أرى هناك من يحمي. كابتن إبراهيم يدخل. شادي إزيك؟ أوكي، هجمة 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 للفريق المصري ولكنها قصيرة وتخرج كورنر. هناك تبديل بين شادي وحسين من الفريق المصري، أول تبديل لكنها المباراة مستمرة. ألا أرى أن الحكم ينظر، حكم تبديل. ما زال النائب نظيفا للحمد مع الفريق اليمني. تعود الكرة وتنطلق تنطلق تنطلق. ما شاء الله عليكم يا شباب، ما شاء الله عليكم يا شباب. مهند 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 ما شاء الله عليه مهند، ولكن مهند طبعا لاعب نشط شاب. أوب وليد، الكابتن وليد. أوب مهند 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 مع مهند. هناك صافر، ما زلنا في منتصف الملعب. ما في صوت، ما في صوت. افتتاحية مباركة، ما في أهداف. الآن الصوت واضح؟ أوكي واضح، ممتاز. طبعا هذه المباراة بين الفريق اليمني وفريق المصري، نتمنى لكلاهما اللعب النظيف والفوز. كيف مش عارف، بس ان شاء الله. أوب يدخل اللاعب شادي، استبدل حسين. يب باسر. اوكي، الكرة مع الفريق المصري. واو قوية جدا، ولكن
للأسف خارج الملعب. كرة ثانية يلعب فيها الفريق اليمني، ضربة مرمى و حلوة في وسط الملعب، وسط الملعب، وخطيرة خطيرة خطيرة جدا. رقم 10، اوكي رقم 10 دائما بيلعب زي مارادونا، ولكن الفريق فريق مصر يا اخوان، فريق الابطال، احمد كابتن احمد لعبها حلوة كتير، بس للاسف قطعت. حلوة 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 حلوة، اللعيبة زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليهم، يعني احلى حاجة فيهم. اوكي ممتاز ممتاز، ما زالت النتيجة 0-0 بدون اهداف. هل تفوز اوكي عبدول داخل فيها، عبدول بين الفريق المصري، وهنا هنا هنا رقم 5 يمررها لمحمد ابو لحيه، لابو لحيه، لكن لا ابو لحيه معاه مره ثانيه، وتخرج منه وتعود للفريق المصري في هجمه مرتده. مش عارف علي ولا سيرو، بس هو واحد منهم. Go with him بقول لك، Go with him معناها اطلع اطلع يا شباب، يلا يا شباب، بدنا هجمة حلوة، بدنا هجمة حلوة، لكنها بعيدة وتخرج out. طبعا الزخات من المطر تنزل الآن في الملعب، ولكن هذا لا يمنع اللعيبة من استكمال المباراة. اوب 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 تخرج اوت، تخرج اوت. يا شباب المباراة عم تحمى شبابها، بتقول لي هلا حندخل جول، انا بدي اسمع شو رايكم. معنا المستشار العقاري أحمد عكيلة، مستشار عقاري في أوتوا، مستعد لتلبية جميع خدماتكم. كما ترون رقمه أسفل الشاشة من أول المباراة، والرقم موجود إذا أردتم التواصل معه، موجود على الشاشة في الأسفل. سأترككم مع باقي أحداث المباراة، ونشكر المستشار العقاري أحمد عكيلة على دعمه لهذه البطولة. اوكي فور اون تو، مش عارف شو معناها، بس هي 4-2 هاي فور اون تو، ولا هي كلمة سر.
زخات من المطر تشتد الآن، سأذهب لأحضر الشمسية شباب. طبعا المطر يشتد ولكن الشباب لم يتوقفوا. اليوم كان هناك تشاورات حول إلغاء المباراة لأنه حسب توقعات الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك مطر، لكنهم قالوا نحن ننتظر هذه البطولة منذ أشهر، تم تأجيلها لعدة مرات بسبب الكوفيد والإجراءات الحكومية التي اتخذتها حكومة أنتاريو في منع التجمعات والألعاب الرياضية خارج الصالة، خارج بالخارج والداخل كانت اللعب يستمر، ولعبة قوية ولكن الحارس أصد وهو يقف لها كالهرم. نعم 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 نعم، الفريق المصري في حالة احتكاك، لا أدري ماذا سيقول الحكم. فاول عادي، فاول عادي، وكما ترون يلعب الفريق جول 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 بطريقة بهلوانية بطريقة فرعونية مصرية، ما أحلى هذا الجول، لف لف وجه جوا، يا عيني عليكو يا عيني عليكو يا مصريين. يا عيني عليكم، لعبة جميلة وجول جميل، استكمل المباراة ولكن الجول يبقى هدف، سنغير طبعا النتيجة الآن 1 لفريق النيل. اهلا وسهلا بالجميع، 1 لفريق المصري وصفر ما زالت مع الفريق اليمني. المباراة ما زالت قوية كما ترون. كانت هناك هجمة قوية، هجمة قوية وتعادل، يا عيني عليكم، هيك المباريات ولا لا؟ هيك الجمهور ولا لا؟ أنا مش ملحق أغير النتائج يا شباب، بدنا جوال، بدنا جوال، الجمهور بيحب الجوال، يا عيني عليكم يا عيني عليكم. 1-1 ما زال التعادل قائما. أوكي هناك هجمة، هجمة هجمة، أوب أوب، أبو لحية تعود لمن لمن؟ لا، عاد الدفاع بقوة ليدافع عن هرمه، يا عيني عليكم يا مصريين، ولكن اللعبة مع اليمنيين، يا رقم 10، هذا خطير يا شباب، خطير خطير. indirect معناها ضربة غير مباشرة، ضربة غير مباشرة، سنرى أوب أوب أوب، ولكن تخرج تخرج كورنر وضربة مرمى. يا
يلا يا شباب بقول لكم يلا يا شباب اوت يلا يا شباب اوت نرى كيف تبدا اللعبه من الحارس الحارس هناك تبديل اخر للفريق المصري تبديل للفريق المصري الحكم يقول اسرع في المباراه واسرع الرتم نريد مباراه قويه لا نريد ان ننام الجمهور ينتظر الاهداف الان الفريق اليمني يضغط مرة أخرى لاعب متوازن ولكن كادت أن تكون بالمرمى أحمد ادي له هنا يا أحمد تخرج من أحمد أوت والله يا أحمد ضيعتها كان لوحده يا أحمد يا أحمد يلي مزعلهم يلا 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 ايوه ايوه يا شباب ايوه يا شباب يا عين ايش فاول ولا اوت 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 يعني تعرفوا انتوا يا عين يا عين يا عين يا عيني يا عيني يا عيني ولكن الحارس تبعد عن الحارس كثيرا حارس يتركها لتكون ضربة كورنر طبعا يعني الشوالي لما كان يعلق أنا كنت أحيانا أسمع له تعليقات ولكن اليوم عرفت صعوبة التعليق صراحة الحارس الحارس يتركها لكن الفريق اليمني داود يعود في هجمة مرتدة والحكم يصفر لماذا؟ لا نعم لماذا صفرت يا حكم؟ اوكي وارنينج اعطاه وارنينج يعني انتبه يا باشا انتبه و و و مين وليد وليد الكابتن وليد كابتن فريق اليمني ايوه تعود طب مالكوا على وليد يا جماعه مالكوا اوكي تدخل ولكن تنقطع من الدفاع و ضربت فاول للفريق المصري واحد واحد نتيجة المباراة لحد الآن و و و و وشو يعني هذه كانت رفعة خفيفة ولكن أوب أوت أوت للفريق المصري و 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 شوف هذا الشاب خطير يا باشا هذا الشاب بهلواني يعني طلع أربعة وبلف بينهم وما شاء الله عليه ما شاء الله عليه أوب 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 هجمة مرتدة للفريق اليمني ولكن دفاع صلب دفاع صلب يحمي الهرم الخاص فيه طبعا دول أبناء النيل يا شباب يلا يا أبناء سبأ يا مملكة سبأ يا أهل اليمن السعيد نريد جوال يا عيني عليكم رقم 10 هذا خطير خطير جدا ولكن ايه راجل ايه ده رجعت للجول والفريق المصري الفريق المصري الفريق المصري طبعا إذا بتسألوني بتشجع مين بقول لكم بشجع العرب يا شباب الفريقين أبدعوا في المباراة إلى الحد الآن نتمنى في السنوات القادمة أن تكون عندنا كاميرات في كل زاوية في الملعب ونصور لكم عن قرب ولكن جول 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 يا عيني عليكم يا بلاد سبأ يا عيني عليكم يا بلاد حضرموت اهلا وسهلا باليمن السعيد اسعدتم قلوبنا 2-0 2-1 عفوا 2-1 2-1 يلا يا شباب يلا يا فرار يا فرار يلا يا شباب وا 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 وا
نعم صيرة هو أبو لحية يعيدها لمين؟ لمين؟ لمين يا وليد؟ وقوية ولكن الحارس واقف لها. الحارس أكل عسل يمني وإجى على المباراة. طبعا يا جماعة أوب. الحارس خارج الحارس وينك أنت يا حارس؟ أوكي قوية جدا قوية 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 من علي قوية ولكن لمين؟ أوكي كان بينهم الدفاع قوي جدا الدفاع العب ولكنها أوت أوت لصالح الفريق المصري النيل فريق النيل. طبعا لسه يا شباب ده الشوط الأول يعني المباراة إن شاء الله فيها الكثير من المفاجآت. يا عيني عليكم يا عيني عليكم يلا يا شباب يا أوه 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 كادت أن تكون ولكن الحارس قلت لكم ماكل عسل يمني قبل أن يأتي المباراة. يا عيني عليكم نفسي أقرب لكم وأرجيكم اللي أنا شايفه. ما زالت بعيدة يعني يا شباب الفريق اليمني ما زال اوكي الفريق المصري يهاجم هجوم لكن هناك فاول اي ثينك فاول اتمنى ان يكون اللاعب سالم. عيني عليك يا لؤي قام لؤي يعرج ولكنه بطل بطل يا لؤي ينفذ الفريق المصري النيل ينفذ ضربة حرة غير مباشرة كما نرى والآن هل ستتوجه إلى المرمى؟ لا خرجت إلى أن تصبح كورنر بواسطة الدفاع. الدفاع يقف الدفاع صاحي الدفاع مش نايم. يا عيني يا حافظ يا حافظ ازيك يا حافظ نسيتنا يا حافظ كادت ان تكون هدف يا حافظ. الان ضربة مرمى الفريق مع الحارس اليمني وطويلة للامام ولكنها راح مفعول العسل. ايه ده يا باشا وتعود للفريق بدنا جوال يا شباب مش عاوزينها كده يعني مكسر اوب 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 ما هذا يا ذاك هذا الجول الثالث للفريق اليمني ما هذا يا ذاك الجول الثالث للفريق اليمني ايوه كره سهله وكره جميله ما هذا ما لا الفريق اليمني ماكل اليوم حنيذ ومظبط وضعه الظهر عشان كده الوضع تمام عنده. يلا يا بشوات يلا يا مصريين عاوزين جوال الفريق اليمني 3 أهداف مقابل فريق النيل هدف واحد فقط لحد الآن لكن هذا لا يعني أن الأبواب غير مفتوحة للأهداف. يا عيني عليكم بس
البطولة هذه برعاية المستشار العقاري السيد أحمد عكيلة لكافة خدمات العقارية في أوتوا. الرقم الهاتف موجود أسفل الشاشة، وتنتهي الشوط الأول، ينتهي الشوط الأول كما ترون بثلاث أهداف لفريق اليمن مقابل هدف واحد فقط لفريق النيل. نتمنى الآن الراحة وسنحاول أن نلقى بعض الشباب. نروح نشوف اخبار الفريق المصري. طبعا سجلوا، بدأوا بهدف في بداية المباراة. كيف المعنويات يا شباب؟ عالية لسه، في شوط ثاني، في شوط ثاني. يعطيكم العافية يا رب. الشباب لسه نشطين ما شاء الله وطاقة قوية. حكم النور، كيف شفت الشوط الأول؟ مباراة حامية جدا. أيوة، فرص من الفريقين، لكن الفريق اليمني كان موفق أكثر بالفرص وبالتسديدات. اللعب كان فيه خشونة ولا لا؟ لا بأس بها، لكن يعني جزء من اللعبة. لكن الفريق المصري يحتاج التركيز وعدم اليأس، ممكن يقلب النتيجة بسهولة بشكل. هم محضرين حاجات وحاجات وحاجات. يلا خلينا نشوف. احنا هلأ منطلقين للفريق المصري، بنسمع منه أكثر وأكثر. الفريق اليمني عفوا، بدناش ندخل ونسمع الأخبار أو الاستراتيجيات، بس هنسألهم من بعيد. كيف المعنويات يا شباب؟ عالية، الله يوفقكم. يلا، وهذا المستشار العقاري أحمد عكيلة الراعي الرسمي للبطولة وللفريق اليمني أحمد عكيلة كما ترون. يعطيك العافية أبو حميد. الله يعافيك يا رب. يعني مشكور كتير على رعاية مثل هاي البطولة. هذا شيء مش سهل إنه نجد شخص مثلك يرعى بطولات عربية في مدينة أوتوا. الله يكرمك يا رب حبيبي دكتور، وأنتوا اللي يعطيكم ألف عافية على المجهود. أنتوا أصحاب الفكرة واللي بذلتوا الجهد نجح البطولة هاي في يوم الافتتاح، وإن شاء الله كل الناس فيها الخير والبركة. شو رأيك بالشوط الأول؟ والله شوط مشوق صراحة. أنا جيت أتوقع إنه ما أحضر، بس عن جد مشوق. يعني الفريق المصري قوي، بلش حط الجول الأول صراحة، بعدين الشباب الإخوان اليمنيين الفريق اليمني شدوا حيلهم، عوضوا بثلاث أهداف. بس متوقع الشوط الثاني يكون أقوى وأقوى، لأن الشباب هناك ما راح يسكتوا، فيهم أمل إن شاء الله. توفيق للجميع. بالتوفيق. أجيل المستشار العقاري أحمد عكيلة، لأي شيء بدك تشتري تبيع تستشير تعرف أكثر، أحمد عكيلة في أوتوا، رقمه موجود أسفل الشاشة. أول مباراة هنرجع لقواعدنا. كم دقيقة؟ سهل دقيقتين. أوكي، انتظرونا في الشوط الثاني دقيقتين فقط يا شباب وحنرجع لكم. بس أنا أرجع قبل ما الشباب يضربوا علي الكرة وأضيع بعدين فيها. يلا أنا حرجع لقواعدي سالم، أرجع أحكي مع الشوالي أدور عليه. عصام يا شوالي وينك؟ وين أيامك يا عصام؟ طبعا الشباب ما شاء الله هم برضو بتدربوا، ولكن
اوكي نشوف الكومنتس تبع الشباب. طبعا في عبد بيحكي افتتاحية. عبد حنشوفك ان شاء الله قريبا. الفريق بيحكوا ناس هاي. طبعا اهلا وسهلا مبروك. اهلا وسهلا هلا بالشباب. شباب شو اخباركم؟ كيف صحتك؟ عفوا شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسعدك. شو اخبارك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. انت شو اخبارك؟ مشتاق لك. كيف صحتك؟ كثير كثير الله يسعدك. اوطي هاي حبيبي. شباب جاهزين وتبدا الشوط الثاني يا شباب. اي فريق؟ اليمني وال اليمني ومصر. شفت الجول الرابع يا شباب؟ شفت الجول الرابع؟ شفت الجول الرابع لليمن؟ خلينا نظبط لا اليمن اليوم. عفوا واو واو واو. ايش هذا؟ ايش هذا يا شباب؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ مين مين؟ ترجع الكرة للأرجنتين. الأرجنتين في الأتاك يلعبون على المرتدات وفي خطر لمصلحة الفريق الأرجنتين. قلت لكم عصام شوالي حيجي معاي ما صدقتوا ليش. صعبة على مستوى الكوفيد في القارة اللاتينية خاصة مع قلها البرازيل وخطورتها البرازيل وتحورات الفيروس برازيل. ورغم ذلك البطولة أصرت كومبول على أن يلعبها بعد أن سحبها من الأرجنتين لأسباب كوفيد. تناقضات كبيرة ونقاط تعجب واستفهام. وكولومبيا للأسباب السياسية والحراك في بوغوتا وباقي الأقاليم في كولومبيا. تمشي كورة مرمى طويلة الحارس الكورة في دي. ترجع الكورة من ماركينا. 38 دقيقة في اللعبة. 38 دقيقة من كورة اللاتينوس. اللاتينوس والكورة اللاتينية في أمريكا الجنوبية اللي كروية داكن في العصا. عندها سنوات سلمت المشعل أو سلمت العصا إلى أوروبا.
كانوا الرولي كانوا 4% متر تناوب سواء كان في العاب القوى او بلغه السباحه والمسبح. ونحن في عز السيف الكره اللاتينيه صارت ليف في كاس العالم، خلات المساحه لاوروبا، خلات المسافه لاوروبا. متى اخر كوبا يا لاتينوس؟ 2018 رباعي المربع الذهبي كان من اوروبا. طب عصام شوالي قلتوا خلت الكرة لأوروبا، أنا قلتوا خلتها للعرب. ذكريات المجد الجميل يا عين. بوب 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 خمسة ديل بيتا كامبياو ديلا سيريساو، اثنين للتانجو الأرجنتيني آخرها مارادونا، واثنين للأوروغواي آخرها أسود وأبيض 50، وانتحار البرازيليين على عتبات الماراكانا. هذا شو الكرة الهجمة صحيح، ولكن الرابع خلاص يا عصام ما بدناش اياك، يكفيك يكفينا يا عصام. ضربة كورنر بعيدة جدا، خارج أسوار الملعب كاملة. يا عين بس ضربة قوية، والآن شوفوا الترتيب، شوفوا الترتيب، كرة نازلة وكرة طالعة. يا عين يا عين، شوفوا الزي والجمال واللبس، كل واحد منهم باشا. ما يكون الزي موحد تشعر انه الفريق فعلا موحد على قلب واحد. وب احمد احمد يا دوك احمد، يلا يلا اديله. اوه قوية، يلا يلا يا نيل، يلا يا نيل اديله. ايوه ايوه اوت اوت اوت. طويلة طويلة قوية. هوب هذا تنتكون بس مباشر لنا كمان صورنا هيك، صورنا كل عدد إدارة الفريق ومشاهدين الدوري. انا بس لو وقفت هيك بس لمحه صغيره بدك واحد يعلق، بدك واحد يعلق هيك يكون تابع. يلا يا شباب يلا، اوب 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 اوب, أوب. رقم 10 قلت لكم هذا خطير خطير، ولكن مقطوع من الدفاع، من الدفاع. و حارس لها بالمرصاد وقويه، حارس حارس قوي تصدى لها كما يتصدى الأبطال. كورنر احذروا احذروا يا شباب. يا عيني يا عيني يا عيني يا لكن اوكي، كان الجول مفتوح، كان الجول مفتوح. ما عم تسجلون اهداف سامي اللاعبين المهدف اهداف. طبعا مصر الهدف الثاني. يلا المصريين الان بيحاولوا انهم يضبطوا النتيجه، طبعا طبعا لن يرضى لن يرضى المصريون ان تبقى 4-1، لن يرضى. الان 4-2 والجاي اكثر يا شباب. كما ترون
النايل 2 و4 على اليمن. جميلة جدا. اوب 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 اوب. او ماي جاد قال لك. بعيدة كتير. وضربة مرمى. ضربة مرمى للفريق اليمني. ضربة مرمى. نذكركم بالنتيجة 2 للنيل 4 لليمن. ايوه ايوه. هجمة قوية. يا من ابو لحية. ابو لحية بعيد. مالك ابو لحية؟ ابو لحية اليوم مش بلياقته. طبعا زميلي المعلق الشوالي واقف جنبي يعلق على مباراة ثانية. يلا يا شباب. يلا يا ايوه عيني عليك يا احمد. اديله اديله ب 66 انت. يلا يلا يا عيني عليك. ايوه يا باشا. اوه قوية ولكن بعيدة. بعيدة جدا. هدى اعصابك يا باشا. لعبة حلوة. لعبة حلوة. اللعب حلو. اللعب حلو. نيل النيل 4 اليمن. جيلو يا باشا. الفريق متاهب ورفعة قوية ولكن لسه مع الفريق المصري. واديله يا احمد. اديله يا احمد. يأشر لك يا احمد. اوكي وليد. وليد ابو لحية بعيدة كتير عليه. وتعود لحارس المرمى. اوكي اوكي كله نطنط. كله ينطنط. اديله اديله في نص في الميدان ولكن ايه 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 اللي حصل ده؟ ايش اللي صار يا شباب؟ كانت قاب قوسين او ادنى. واليمن يهجم مرة أخرى. اليمن اليمن ولكن الحارس. قلت لكم ده مصر يا باشا. في تغيير الفريق المصري. طبعا تغييرات مفتوحة في البطولة. نحن نعرف انه هدول مش لعيبه محترفين صعب يبقوا طول الوقت. واو 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 واو. وات داز وات. واو واو. هذا جول جول جول. كان جول انفرادي بكل سهولة للفريق اليمني. خمسة اليمن. خمسة وخميسة يا شباب. خمسة وخميسة يا شباب. طبعا هذه البطولة ستكون أيضا كل المباريات على كنار تي في لايف. ستكون على اليوتيوب في اليوم التالي للمباراة. ممكن تحضروها كاملة دون أي مشاكل. أهلا وسهلا بالشباب. يا عيني عليكم. خمسة وخميسة. يا عيني. واو. أين نذهب؟ طيب
حسب اثناء اللعيب الواحد. كان زمان تتكلم وعمل على كده لكن ايوه فريق المصر يا شباب، بس عشان تعرفوا جمال التشجيع وجمال الرياضه، الشاب اللي موجود هناك يمني بيلعب مع الفريق المصري بكل روح حلوه وجميله. والان احنا شرفنا على نهايه وليد، كابتن وليد، كابتن الفريق اليمني وليد باسردة، رقم 3، رقم المميز. واو 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 واو، وماذا يحدث هناك يا شباب؟ ابو لحية، ابو لحية يطلع فيها باص حلو وكاكن احمد، احمد ينادوا على احمد، من هو احمد؟ ايوه ضربت ويخرجها الدفاع، ولكن وليد، وليد كابتن وليد مصمم على جول سادس. خمسه وخميس عليكم يا يمن، يعني النيل لعب لعب حلو بس للاسف طبعا ما كان عندهم غير هدفين، كنا نتمنى اهداف اكثر توصل 10-10 و اوت 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 اوت. مش مشكله يا مص، مش مشكله يا نيل، لاول مباراه بس جيات اكثر، جيات اكثر. اليمن يتألق في المباراة الأولى، طبعا في عندنا مباراة ثانية الليلة، انتظرونا بعد دقائق إن شاء الله حنبدأ المباراة الثانية. يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، من كل أسبوع حيكون عندنا مباراتين كل ليلة، الساعة 8 الساعة 9 إذا ابتدأنا الساعة 9 و و و و أوكي. ماذا يحدث؟ واو 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 واو، ولكن اوه ما هذا؟ هل هو جول؟ نعم انه جول يا شباب، انه جول لمص، جول 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 جميل. قلت لكم المصريين مش حيرضوا بهذه النتيجه. وثلاثه ثلاثه ثلاثه يا مص، وخمسة لليمن. ثلاثة لمصر، خمسة اليمن. قلت لكم احنا بدنا اكتر اهداف، بدنا اهداف. هدف تاني لليمن، اليمن ردت بصاروخ جديد. ستة ستة يا شباب، ستة اليمن، ثلاثة النيل. يلا يا شباب، في هجوم في هجوم في هجوم. وا 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 وا، ما انا ارى. ايوه 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 ايوه، اوه لا معلش 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 معلش، ده 66 لعيب 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 لعيب، ولكن اوكي هلا نو هاندز، يعني ما تمسكش بايدك يا باشا. الشباب معايا 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 معايا،
أو الحارس بين يدي الحارس و العب 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 ما تضيعش وقت. عاوزين أهداف، 9 أهداف في هذه المباراة، 3 من صالح فريق النيل و6 من صالح لصالح الفريق اليمني. ولكن ولا ويغاش كانت قريبة. قوي والله الشباب بيلعبوا حلو، بس اخر تاتش عندهم مشكلة في اخر تاتش. اوكي فريق اليمني بعيدة بعيدة يا شباب، بعيدة بعيدة يا دنيا بعيدة. حتى عايز يغير يا شباب، وار ريف 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 حد يجيب الكورة. هم اللي طلعان شو لي وانا جوه اهو الشايك الشايك روي رو يا باشمهندس. عاوزين جوال 1-2 يا اخي خلاص ده انت شباب لسه يا رب. بيقول لي يا عمو معايا في الفرقه، بيقول لي يا عمو الشباب باعمار مختلفه ولكن طبعا في الكبير والصغير، ولكن المباراه كانت فعلا مباراه عالميه. ننتظر الكره ننتظر الكرة. كرة. ما زلنا الآن نلعب، وهذه عادة الطابة، عادة الكرة، عادة الكرة. ما زلنا في اللعبة. أوكي فريق مصر، يلا يلا شباب شدوا الحيل شدوا الهمة شدوا الهمة يا شباب. اوكي تعود للفريق لابو لحية ابو لحية ابو لحية، بدنا نشوف حاجة يا ابو لحية. تمريرة حلوة لوليد، ولكن وليد بيرجعها لمين؟ للمعلق. يلا يا صالح من هنا يا صالح. اوكي رجعها لعبده. اوه قوية وللمعلق مرة ثانية، لكن وليد 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 هوب وليد كانت و قريبة جدا المنتخب المصري. يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد ما بينفعش كده. ايوه ايوه والحارس المصري يتألق اليوم مع انه دخل في 6 أهداف، ولكن صراحة صد عدد كبير من الهجمات القوية عليه، كان عليه ضغط كبير. و ماذا أرى؟ ألو لا الدفاع دفاع قوي دفاع قوي. قول لهم احنا عندنا دفاع يا باشا. اوكي كورنر وتبع 10 10 يا 10
وليد وليد الكابتن 10 و او 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 باطل. الدفاع قوي الدفاع قوي و حارس لكن ايوه الكرة هترجع والفريق شوفوا شوفوا الفريق كيف بيتحكم حمى هناك هذا الفريق العراقي اتوقع فريق قوي جدا واو هلا في اليوتيوب كمان كان ارتي في مو؟ لا بكره عود المباراة ورأسية ولكن الحارس موجود الحارس لا ينام يا شباب عيني عليكم واو واو ماذا هذا لا لا حرام ضيعتها يا بس ضيعتها وتنتهي المباراة الأولى بفوز فريق اليمن 6-3 لفريق النيل نبارك لفريق اليمن هذا الفوز لنذهب ونلتقي شوفوا الروح الرياضية الجميلة انتظرونا بعد دقائق ستبدأ المباراة الثانية حلو 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 كابتن هلا كيف المعنويات؟ معنويات مرتفعة جدا عدول هذا كم كيف الأوضاع؟ أوضاع كويسة ثلاث مباراة نقاط. هاي أهم شيء إن حصلنا ثلاث نقاط كبداية وإن شاء الله ألف ألف خير هناك. والكابتن فيصل هو من أفضل اللاعبين في الملعب ما شاء الله دائما وأبدا يعطيكم العافية الله يعافيك دكتور الله يعطيكم العافية فريق المصري لعب حلو انا حشكرهم يعطيكم العافية يا شباب كيف رضاك على المباراة راي والله احنا عندنا بتنشر كبير جدا بس لازم نلعب اكتر شوية مع بعض ان شاء الله والحارس كان رائع الحارس الله هو أنقذكم اليوم يعطيكم العافية هارد لك
انتهت المباراة الأولى، وإن شاء الله تابعونا في المباريات. المباراة القادمة حتكون الآن بعد دقائق بين الفريق العراقي وفريق ألمو.